عرفت لي من هذا الموظف الجديد؟ هلا بيجي ونتعرف عليه. الله يستر. أنا خايفة على قلنا شغلنا. ما بعتقد. وليش بقى ما بتعتقد؟ لأنه لو ما كان مثلنا وفي براسه نغم، ما كان عمل واسطة ليصير بلجنة المشتريات. معك حق. على كل لازم ناخذ حذرنا منه لحتى نأمن له. لهلا قاعدين، تأخرنا شبكون، السيارة برا عم تستنانا. والموظف الجديد. آخي بناخده معنا المرة الجاية شرفوا. يا ستار يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ناصر الموظف الجديد اللي بدي أطلع معكم. أهلين وسهلين، أهلين وسهلين، تفضل ضيفك في جرب معيتك. يلا وقت الضيافة خلينا نطلع نسترجل. كأني شايف هالوجه. بس أنا مو شايفه. أنا متأكد إني شايف هالوش قبل هالمرة. لك أخي مسونة هلا متأكد وما متأكد شرفه شباب. أنا متأكد إنه ما لي شايفه. بيجوز. كأنك مو من الشام. إيه مزبوط أنا مو من الشام. وشو يلي خلاك تنتقل على الشام؟ مو أحسن لك لو ضليت هنيك عند مرتك وولادك؟ والله أحسن. أولا أنا مو متجوز. ثانيا هنيك عنا المديرية صغيرة، هو المديرية أبحبح، يعني شو يعني هو المجال أوسع. شو ما فهمت؟ يعني هنيك مصرياتهم قلال، هون ما شاء الله، يعني هون النبع، حدا بترك النبع وبيلحق سلسواه. لا يمكن فهمان اللعبة الأخ. أخي؟ باعتبارك جديد ولسه ما بتعرف تتعامل مع تجار الشام، بتمشي معنا من دون ما تتدخل بشي وحصتك محفوظة. اتفقنا؟ اتفقنا. ولا مين شاف ولا مين دري ولا مين حس كمان. تعرف يا أخي كأنه شايفك بس مو هو برات الشام. بشب وينك أفارس؟ أهلين الشباب يا هلا. أهلين أفارس، شرفتو. أهلين وسهلين. أهلين بالشباب يا هلا. أهلين بموفق يا هلا بالشباب. أهلين. شرفوا سيدي شرفوا. أهلين حبيب. أهلين وسهلين. أهلين بموفق. أهلين فيوز. أهلين فارس. تفضل موفق. أهلين أخي فيوز. شرف شرف تفضل. أهلين بموفق. شرف يعود تفضل. أهلين خدمة. أهلين عزيز. طمني يا فارس شلون شغل شو تمام؟ الحمد لله. طمني شو صار مع الأسعار يا مدموم؟ رسيت علي من قصد بقرية؟ ليش في غيرك مقدم؟ أخي بالعرض اللي مقدمه حاطتنا 1600 ورقة سعر البطارية الوحدة. مزبوط. بس اللي بدك تقبض وقديش؟ 1300 مسجلة 1600 مثل العادة. لا بدك نقص لنا شوي. ما شايف نزلنا شلفوت؟ مين الشلفوت؟ أهلي بمصر. علي الحلال ما في نزل لك ولا فرنك. هاي السوق قدامكم روحوا دوروا إذا بتلاقوا أرخص خدوا. بس في شغلة، إذا أنتوا حابين تستفيدوا وأنا أستفيد، في عندي كم بطارية نص عمر جايين من معمل جداد. هاي ما فهمتها شلون يعني جداد ونص عمر؟ بحسب لكم واحدة ب800 ورقة ومنسجلها ب1600 مثل العادة. طيب إذا مطلوبين يا أخي فيوز شلون بدهم يشتغلوا معنا؟ شو قلتوا؟ استبينا؟ أنا بالنسبة لي ما استبيت، ما بيشتغلوا معنا هدول. على راحتكم يا اخي فيوز. عم يقول لك ابو موفق زدنا شلفوت، معناها صرنا 4 شلفيط. هلا بقى هي بطاريات نص عمرها ما بتشتغل معنا، بدك تشوف لنا بربع عمرها مشان توفي معنا. يا حبيبي علمناش حادثة بقنا على البواب لك طلع عشرفط منا. التوقيع مخلص لازم اخذ تاكسي. مشي ما بيمشي الحال. شرف يا عبد العظيم، شو هالشغله هي؟ وعليكم السلام. اهلين وسهلين. شو طلباتكم اليوم؟ اخي بدنا 3 مراوح سقف وطني نوع اول. مو على عيني بس لازم نشرب شيء بالاول. ما لزوم اخي،
شو رح تحسب لنا الوحده؟ ب 1700 ليره تكرم عينكم. لا هيك كثير، هاي مو اول مره نتعامل فيها مع بعض شباب. تكرم بحسب لكم اياها ب 1400 ليره تكرم عينكم. هيك ما راعيتنا بنوب. ان شاء الله مو غالي هذا معلم. لا سيدي بس يعيش باب بنتفق على سعره ان شاء الله. ايه سيدي اذا بدكم بضاعه ستوك عندي. شو يعني ستوك؟ يعني ما بتبرم؟ تبرم بس شفراتها مو مزبوطي. شو بتحسب لنا الوحده؟ ب 1200 ليرة. إذا ب 1000 بناخذها. ماشي الحال. عملنا عروض أسعار. على عيني. قد إيه هي هذا الغاز معلم؟ سيدي إذا هي ما بتفرق بيناتنا، شوف شو بيعجبك وبعدين بنتفق. إيه سيدي. هي عرض باسمي ب 1700 ليرة. شريك. بحط لك الخدمة. وهي عرض ثاني باسم ابن اخي ب 1750 ليره. ها شرف وقت لنكتب لك اياها. وهي عرض ثالث باسم ابن عمي ب 1800 ليره. الله يشتري. الله يخلي لنا اياك شريف. تفضل يا سيدي. ما بي الا توقيع واحد. ان شاء الله لحق قبل ما يخلص الدوام. شرف يا عبد العظيم. طيب امرك. مع السلامه. بتعرف انه كنا خايفين منك بالاول. انا اللي كنت خايف انه واسطتي تروح على الفاضي بوش. اخي اذا واسطتك ثقيله حاول تجي على اللجنه معنا بلا ما يطلع له واحد منا براني ويصفي بوش. ايه انا ما راح طالع حدا لبرا، انا راح طالعكم كلكم. قصدي راح طالعكم كلكم باللجنة سوا، كلكم سوا باللجنة الجديدة. ليش في تشكيل لجنة جديدة؟ لسه دورتنا ما خلصت. مزبوط بس المدير العام سمعت عم يعمل تغييرات بالمديرية، اليوم غير رئيس المرآة وفي ريحة يغير لجنة المشتريات. أم الحرام المدير العام. يغيروا لجنة المشتريات؟ منين سمعت؟ سمعتها من مصادر موثوقة. من مصادر موثوقة. هي أنا ما بتفرق معي، بأمن حالي، واسطتي لساتها موجودة. وأنا كمان. معناتها ما راح تروح إلا علي. ليش وين واسطتك؟ طارت بعيد عنك. بسيطة، بكره بتهدي لها بشي قرنة وتلحقها. بعيد الشر، الله لا يقدر. ليش لوين هديت؟ بالسجن. إذا هيك لا تلحقها. ايه سيدي هاتوا يا شو قبضونا. شو بدنا نقبضك؟ حصتي من فرق المصاري بين الفواتير اللي جبناها والمبالغ اللي دفعناها. انا حسبتهم بيطلعوا ايه 10,000 ورقه. والله فتح اوام لحقت تحسبهم؟ يا كان بدك اعطيتوني فرنكين وقلتوا لي هي حصتك. يلا ناولونا 2500 ورقه. ولشو 2500 ليره حبيب قلبي؟ مبيني حاسبها انا المبلغ كله 10,000 ورقة، نحن أربعة بيطلع للواحد 2500 ورقة. إيه بس نحن ستة مو أربعة. شلون ستة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، وين الثانية؟ عندك السائق بده حصته. إيه مزبوط هذا نسيته أنا. طيب وين السادس؟ الأستاذ ممدوح، شو نسيته؟ لا شو أنساه؟ أعوذ بالله هذا لازم من راس عرمي نعطيه من راس الكوم هذا. طيب سيدي صرنا ستة 10,000 ورقة على ستة بيطلعوا 1666 ليرة و40 قرش. يلا ناولونا 1666 ورقة. ما حذرت حبيبي. ليه؟ بقي اللجنة بدها تستلم منها الأغراض وتوقع على الاستلام وتدخلها على المستودع. وليه؟ هي كمان بدها؟ لكن حبيبي اللي بده ياكل 10 بده يطعم التسعة. كأنه شايفك. شو كتار انتو؟ تسلم وديات يا ابو صالح. الله يسلمك. عم عزبك معي انا. ولو بدنا انسي امل تعي لعندي شوي. ايوه استاذ. انسي امل
مين المسؤول عن استلام المواد من لجنة المشتريات؟ الأستاذ أبو حامد. طب اطلبي لي على التليفون فورا وحولي لي إياه. حاضر. خلصت الحمد لله. بيان ساعة لازم لحق لحتى اروح. تك عمي وصلنا الله يرضى عليك من لحق الراتي والشغله ما لك فيها انت عبد العظيم اللي مبلغ فيها. مع السلامه. انت اعمل مثل ما عم اقول لك وعلى مسؤوليتي. سيدي حتى لو كانت الاغراض سليمه. حتى لو كانت الاغراض سليمه. حاضر استاذ. بس يعني نفذ اللي قلت لك عليه. كمان مرحبا ابو حامد. شو قصتك اليوم عم ترفض الاغراض؟ مالك بالعاده اخي. انا ما بستلم اي غراض الا اذا كان مطابق للمواصفات. وهي مروحة سقف ثلاث شفرات، شغل وطني نوع اول، مثل ما جاي بطلب الشراء. صحيح، بس شفراتها مو مزبوطه. شلون؟ ما سمعت شو قلت؟ شوف الخط هذا ماله متعامد مع خط الافق. بعدين انا كاني ملاحظ انه شايف في شفره اضيق من شفره. دخلك؟ وشلون عرفت مازال ما استا؟ الشغله ما بدها قياس، واضحه مبينه بالنظر. حط هي على هي بتلاقيها واضحه، فارقه من هون ميليين ومن هون ميليين، واضحه؟ هلا مشان ميليتين بدك تفركس لنا الشغلة؟ هدول الميليين المعاجبينك بخربطوا جريان التيار الهوائي كله بالأوضة اللي بتتركب فيها، والشي هاد بيعمل وجع راس عند الموظفين. عم تحكي جد؟ طبعاً عم بحكي جد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهدول كمان مرفوضات. ليش بقى؟ شو بالبطاريات كمان؟ باين عليهم نص عمر. ها؟ وكيف عرفت إنه نص عمر؟ حضرتك صاير خبير بالاعمار؟ لا بس مبين من لونها انه مو تمام. شو بلونها؟ بطاريه جديده سودا وطنيه، شو بده يكون لونها؟ سودا. وهي سودا. مزبوط سودا، بس مبين من لونها انه بلاكاتها مو تمام. يا حبيبي شو انت فحصت البلاكات؟ ها ممكن تقول لي كيف عرفت انه بلاكاتها مو تمام من دون ما تفحصها؟ انا عيوني تصدر اشعه سينيه بتخترق البطاريه وبتكتشف بلاكاتها. يا حبيبي العين تحرسك شو فتح. يخرب بيته يخرب بيته متنح متيس فرتة تيسة. المهم هلا شو بدنا نساوي بالغراض اللي عنا؟ ما قلنا غير نرجعه ونشتري غيرون، وعوضنا على الله هالمرة. ها؟ عوضنا على الله؟ المرة الماضية قلت لكم مدوا ايديكم شوي لأبو حامد، ما حدا سمعني، ولك مدوا ايديكم ما حدا سمعني، هي عصلاش، ولهذيك المرة حاسة بده عصلاش وهي عصلاش، تفضلوا. غريبة. بوش مين متصبحين اليوم؟ لك طلعت من البيت قبل ما اشوف مرتي. ما في غيره ناصر افندي. يا سيدي هذا وشه نحس، يا طول عمرنا بنسلم ونشتري ما بصير معنا هيك، هي اول مره بصير معنا هالشغله. ايه بس ناصر افندي ما تدخل بشغلنا. كلام سليم صحيح. انا حاسس انه له ضلع بالموضوع. ايه بحياته ما عاد يطلع معنا مره ثانيه، مو تكون واسطه الاستاذ ممدوح، يكون المدير العام بذاته. ابري عليك ابو موفق. استدينا استدينا شيء في شيء؟
لا سيدي ما في شيء. شلون هالموظف الجديد معكم؟ ماله ماشي حاله بنو حمار عجنكم. هالشغله مو خرجوا. ليش شو عمل؟ كان ممكن يورطنا ونشتري بالغالي ويكلف المديريه مصاريف اضافيه ما لها لزوم. غير هيك لو تركناه بالسوق لحاله كان ممكن يبيعوه بضاعه ستوك منزوعه. لساته غر. هالشغله مو شغلته. لجنه المشتريات بدها ناس عندها خبره والا التجار بغشوهم. معلومكم سيدي ما في اشطر من التجار، واذا ما كنت اشطر منهم بياكلوك سيدي. وان شاء الله توفقتوا اليوم بالمشتريات وما خليتوا حدا ياكلكم. اعوذ بالله، مين بيقدر يضحك علينا؟ درنا السوق كله ما خلينا محل الا وسالناه عن الانواع والاسعار، واشترينا افضل الانواع بارخص الاسعار. عظيم، الله يعطيكم العافيه. سيدي صحيح بدكم تشكلوا لجنه مشتريات جديده؟ شو اوامل لحقتوا تسمعوا بالخبر؟ معناها كلام ناصر صح. شو قلت؟ عم بقول اذا كنتم مصرين على ان الاستاذ ناصر يضل باللجنه انا بدربه وبعلمه وبفهمه كل امور الشغل، وبعتقد بيطلع منه شيء. سيدي ليش ما تنزل اسمه بدل الاستاذ سليم؟ وليش مو بداله؟ ايه صحيح، هداك واسطته طارت، انت واسطتك لساتها شغالي. على كل هذا شغلي انا، بشيل اللي بدي اياه وبعين اللي بدي اياه، ولا شلون؟ مثل ما بتقول سيدي. شو هاد؟ شو هاد؟ انا عم بسألك شو هاد؟ سيدي هي فاتورة غداكم مع الوفد المصري امبارح. وغدانا مع الوفد المصري ب 25,000 ليرة؟ سيدي هي الفاتورة ب 5,000 ليرة، بس أنا طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة. ها؟ معناتها حكي صاحب المطعم مزبوط. وليش حضرتك طلبت منهم يعملوها ب 25,000 ليرة؟ سيدي حتى نغطي نفقات تانية سيدي. وشو هي النفقات التانية؟ شبك؟ ما ترد؟ سيدي يا ريت تعفوني من رد. إذا ما بدك ترد قدامي فرح ترد قدام لجنة تحقيق رسمية. لا سيدي لا، بلا تحقيق. اسألوا الأستاذ ممدوح هو بيشرح لكم. كمان الأستاذ ممدوح بهالشغلة؟ هذا الأستاذ شلطة اسمه. أستاذ ممدوح يا ريت تشرف لعندي. الضمير يا ابني ما بده مين يتابعه. هذا واجبك، والأمانة ما بده مين يتابعها. بتكون تسرقوني؟ تسرقوا المديرية؟ طول بالك سيدي طول بالك. ادخل. خير استاذ على طلبتني. هي انت وهي الاستاذ ممدوح، تفضلوا اشرحوا لي الموضوع. أني موضوع استاذ؟ موضوع فاتورة الاستاذ طارق اللي صرفناها من يومين، أنا ضميتها لفاتورة الوفد المصري. ومنو هذا الأستاذ طارق؟ سيدي الشغلة بسيطة ومو محرزة. المحروس ابنكم سهر سهرة مع رفقاته وانبسط فيها، فبعثوا لنا الفاتورة على الوزارة وصرفنا له إياها. ضل شو؟ هاي الصورة على الفاتورة. مين سمح لكم تصرفوا إياها؟ مين قالكم تصرفوها؟ ليش ما استشرتوني قبل ما تصرفوها؟ يا استاذ قلت لك الشغله مو محرزه. ثانيا حضرتك كنت مريض بالبيت، يعني وعينك اليمين بلا مؤاخذه كانت. هلا انتوا غشمه ولا عم تتغشموا؟ ابني سهر مع رفقاته، شو دخل المديريه تدفع له؟ يا استاذ خفنا يزعل اذا ما صرفنا له اياها. ها وما خفتوا لازعل انا واخرب بيوتكم؟ ها طيب غدا الوفد المصري ب 5,000 وفاتورة طارق ب 10,000، العشرة التانيين منين؟ سيدي هدول احتياط لقدام. يا عمي شو عليكم؟ إذا أنتم كبار الموظفين بالشركة عم تتصرفوا بهالطريقة فلا عتب على الموظفين البقية. سيدي كل شيء بيتصلح.
طبعا بده يتصلح وفورا كمان. سيك هاي الفاتوره تبع طارق تاخذها للمحاسبه بتقول لهم يخصموها من راتبي، وارجو انه ما يتكرر هالموضوع مره ثانيه. انا ما قلت لك لا تصرفها لحتى يجي سياده المدير. لا ما قلت لي. لا قلت لك تفضلوا لمكتبكم انتوا اثنين. يلا تفضل 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 تفضل. اطلع. بسيطه صدقني قلت له. خليه يجي يعتذر منك ويوعدك ما يكررها. شو قلت؟ خليها لبكره بلكي بكون هديت. هلا انا مالي طايق اشوف وشو. لا ما راح اخليها لبكره، لازم نحل الموضوع اليوم. ما بدي اياكم تضلوا زعلانين من بعض. انا رايحه احكي معه. حكيت له اللي صار معك. يظهر شغلة صرف الفاتورة من الشركة يعني عملت له شوية إحراجات. الله يخليك يا طارق، ما بدنا أبوك يضل زعلان. قوم اعتذر منه وقل له إنك ما عم تستعيدها. خلاص بكرة. لا هلا. قوم حبيبي قوم قوم الله يرضى عليك. حبيبي من شأني قوم لعنده قوم اعتذر منه الله يوفقك. طيب من شأنك بس. الله يكبر شانك يا ابني. قوم قوم حبيبي. وانت شانك كمان. يلا وشانك كمان. يلا شانينا سوا. تفضل يلا. وين فوق؟ فوق يلا. من شانك. والله من شانك. من شانك. سامحني وأكد لك إنه هالحادثة ما عاد تتكرر أبداً.
أول شي بدي إياك يا بابا تشد حيلك وتحكي مثل الرجال. أنا متأكد إنك مالك مقدر خطورة الشي اللي عملته، بس لازم تتذكر إنه أنا مدير عام، يعني وضعي كتير حساس، والناس اللي صرفوا لك الفاتورة عم يستنوني على غلطة ليشاهدوا فيي، يسيئوا لسمعتي، يبتزوني ويمرقوا 200 فاتورة مقابيلة. شوف أبي، هن مستعدين كل يوم يصرفوا لك فاتورة، بس مقابلة بيصرفوا لحالهم مئات الفواتير بدون ما أحسن أمنعهم أو أعترض. يا بابا، أنا ما جمعت ثروة بحياتي، أنا كل رأس مالي بهالدنيا سمعتي، بقى بيهون عليك تتلوى سمعت أبوك بآخر أيامه. أنا آسف بابا، أنا ما كنت متخيل إنه المسألة رح تكون خطيرة لهالدرجة. اسمع يا طه، شد حيلك شد، شبه مثل دودة الوحيدة، وين عم تروح الأكل؟ اسمع، أنت وأختك لازم تكونوا مبعث فخر واعتزاز بالنسبة إلي، مو مصدر قلق وإزعاج. لا تأكد بابا رح نكون مبعث. أكيد. روح، ما في أمل، روح. والله. أوكي. سماح. سماح. شو صار؟ أحسن شي طعميني لأنه بدي روح شوف أختي. يلا ثواني بيكون جاهز. هاي اللي بتكسر الضهر. أخي هالبني آدم أنا ماني مرتاح له بنوب، حاسس إنه وشه نحس علينا. يا معقول اللي عم يصير معنا؟ معقول اللجنة مبارح ترفض تستلم المشتريات واليوم يحلقوا لنا ويقولوا لنا باي باي؟ في شي مو طبيعي. ما نكون حاسين إنه الشغلة مو طبيعية؟ موظف منقول جديد يتعين بأول يوم بلجنة المشتريات، بعدين المشتريات ترفض، بعدين انعزل كلنا. هي شغله بسيطه يا سيدي. انا اللي محيرني اكثر انه سيد ناصر الزفت ما له اسم باللجنه الجديده، دبرها لشوف. طيب اذا هو ما له يد بالموضوع، مين اللي كان له يد بالموضوع؟ ما حدا رح يحل هالغز غير الاستاذ ممدوح. وين راح صاحبك؟ على جزيره الكنس. ها دريت، وصلني نسخة عن القرار. وشو رأيك؟ اللي بالأول عاملين لكم شي عملي ومو حابكينا منيح. أبدا، مثل العادة. إلا كان شو درى المدير العام؟ ما في غير ناصر. ومين هاد ناصر؟ لك هذا ناصر موظف جديد اللي انتقل لعنا، حطوا معنا المدير العام بلجنة المبايعات عضو ملازم. ما عرفته. ايه وهذا شو دخله بقرار عزلكم من اللجنة؟ هو اصل البلا. ايه وهلا شو بدنا نساوي؟ ايد بزنارك تحكي لنا مع المدير العام، بركي بيغير القرار. انا ما بقدر اغرقكم بشيء، لازم بالاول شوف المدير العام وافهم منه شو القصة. فعلا فعلا قصة حلوة كتير كتير ورح تنجح بالمسلسل، بس احمد بترجاك تكتب لي اللي حكيت لي حرف حرف. هلا انت عم تحكي جد بخصوص المسلسل؟ طبعا جد، ان شاء الله فكرني عم بمزح. طيب ما حسبت حسابي رفضوا لك اياه بالرقابه؟ وليش بدهم يرفضوا لي اياه؟ انا لا عم سب حدا ولا عم هاجم حدا، انا عم بحكي عن مدير عام شريف حابب يصلح شركته. شو فيها؟ لا يا سيدي، بالمسلسل بدي اعمله وزير بالنكايا. وزير شريف حدا له اعتراض؟ يعني مصمم؟ طبعا مصمم، وبزعل منك كثير احمد اذا ما ساعدتني. طيب راح اكتب لك كل شيء بيصير معي وبالتفصيل الممل. الاواعي جاهزين؟ جاهزين. افرح يا قلبي. اشتم لي قلبك وطاقيتك، كتر لي زيتون زيتون، انا بحب الزيتون. صدقني ما عاد توفي يا استاذ. زيتون تيت زيتون تيت. والله صدقني ما عاد توفي. هيك وهي ساندويشتك. سجلها لاخر الشهر. ايه؟ مرحبا بابي. بابي السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين عم. عمي ساوي لي شي سندويشه هيك طري على اسناني. على راسي. تمام تمام. على عيني عم. وهي هيك 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 كمي صحتين وغدا ان شاء الله سم
عمي وعافي. لا تسوي شوي عم نمزح. صحتين ما له ورقه. انت كمان ان شاء الله صحتين وعافية. خير عم؟ على شو عم تدور؟ انا على شو وصيتك؟ انت على السندويشة ليك على النار؟ الغير بطلت محل التبطين. السلام عليكم. يا حبيبي هالمديرية كان ناقصها مجنون وهلا كملت. دايما ما دايما وراك وراك. دخلك يا ابني. لو سمحت شوف لي هالمعاملة عند مين؟ يا ابي انا شو بيعرفني؟ بس مو ما في مشكله بنشوف لك يا بدك ما تاخذني. انا سمعي قليل شوي، بدك تعلي صوتك. يعني وين بدنا نسال؟ مشي معي مشي. شو قلت؟ عم اقول مشي معي. لك اخي ما سمعت. شو بدك محني انت؟ مشي معي يا بالله مشي معي. حبيبي علي صوتك علي صوتك لحتى اعرف. ايه مشي معي. دق لك خطه. سلام عليكم. اهلين وسهلين. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك شلونك؟ الحمد لله. والولاد شلونهم؟ الحمد لله. العيال ان شاء الله كله بخير. الحمد لله. قرايبينك شلونهم؟ الحمد لله. جوز عمتك ان شاء الله ما في مشاكل عائليه. اخي لا تضيع لي وقتي الله يرضى عليك، وراي شغل ومالي فضيلك. هلا بيدخل المدير العام بحسبك واحد صاحبي وعم نطق حالك انا وياك. لك الى الان صرت تخاف من المدير العام؟ اخي شو دخلك؟ كنت بخاف من المدير العام ولا ما كنت بخاف؟ بدك شيء مستعد اخدمك بعيوني، وغير هيك لا. ابري عليك ابري عليك، هيك بدي اياك. شايف شلون تغير الجو؟ شو قلت؟ شو عنا يا هادي؟ شو عمي؟ خلي لي اياك شوف لي المعامله وين؟ اخي تطلع على الطابق الفوقاني، ثاني غرفه على ايدك الشمال عند الاستاذ نزار، وبعدها ترجع لعند الاستاذ عبد العظيم بيأشر لك عليها. يا ليني عبد العظيم شو اسمه؟ عبد العظيم الواوي. واوي صار ذكر كواوي. حبيتها منك هي. عن اذنك بس سلم على الاستاذ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تسمح لي هيك بسؤال واحد؟ تفضل. ما تضيفنا قهوه؟ هلا بطلت، ما عاد نقدر نشرب القهوه غير بالبريك. بدي اسالك شو صار معك ومع مرتك؟ لساتهم شعراتها منكوشين وبدك تطلقها؟ وانت شو عرفها؟ العصفوره قالت لي. امشي امشي لك امشي تقبحني امشي على مهلك شوية. لك شو ابو سمير انفضحنا؟ يلا شبك ميت على مهلك شوية. يلا 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 شو على الدرج؟ ايه درج شبك كل هاد بده يطلعوا. شو لك بدك يا هو ينزل عندك؟ يلا لا 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 تطلع تطلع بس على يا ريت يا ريت تسند شوي بايدك. يلا بايدك الله يخليك ساندك طفي لي بهل شوي. اي لك شو اي شباب لساتك شاب شاب اي شباب. ما بقى فيه ما بقى فيه ما عاد فيه. لا ما شاء الله مثل البن مثل البن ما شاء الله مثل البن. يا حلاوتك شوي وحتوقعني. شو بدك تمحني هون؟ بدك كم وحده من الجواز؟ انا ثلاثه على عصمتي. ثلاثه وعلى عصمتي الله لا يوفقك. ثلاثه هدري لكان هدري انا وحدي عم برجع لورا. هدري شو قلت؟ لك هدري لك يا طويل بالله. هات بدي اشوف هات اجيني اشوف شو سويت. حسبي الله ونعم الوكيل. غلط يا ابني غلط. هاي مسألة مو هيك بحلوها. لحتى يحلوها لازم نعرف طول ب جيم، ولحتى نعرف طول ب جيم لازم نطبق نظرية فيثاغورس. تعرفها؟ يمكن سمعت فيها بس نسيانة. هي طبعا نسيانة لأنه آخر عقلك الدوري العام والطابق. ذكرني فيها سأل.
ما مش نذكرك فيها يا ابني، انت لازم تعرفها لانه انت اللي بتقدم الفحص مو انا. استاذ حتعجز اليوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلي عنك عدم المؤاخذه، عدم المؤاخذه، ممكن تشوف هي المعامله وانا بحكي له عن هدف فيثاغورس. انت شو بفهمك بالرياضيات؟ طيب هلا انت الله يرضى عليك شو بدك انت؟ انا فاهمه الدرس، انت شوف لي المعامله. ليتي ابني الله يرضى عليك، خذ كتابك وبتطلع على نظرية فيثاغورس بتفهمها وبتجي لعندي الدرس الجاي فهمانة حافظها، فهمت؟ ايه فهمت استاذ، شكرا. عفوا. بكرة بيجي لعندك ابي وبيحاسبك. ايه مع السلامة. شوف لنا المعاملة معيتك. حسبي الله ونعم الوكيل. خذ عمي، شوف لنا يا هي بيمشي حالها بلا فيثاغورس، دبرها بأرخميدة. عم تخفف دم يا بي؟ لا عم بتغلظ، يعني عم بتسأل. المعاملة ناقصة، وين إيصال دفع الرسوم؟ ما بعرف لأنه المعاملة مو إلي لرفيقي، لحظة لأسأله. سيب تعال، وين وصل دفع الرسوم؟ شو قلت؟ دفعت الرسوم؟ إيه على مهلك شوية، ما دفعت شيء. ما دفعنا. إيه خذوا ادفعوا الرسوم بالمديرية الفرعية واستعجلوا لكم شوي لأنه الصندوق بسكر الساعة 12 ونص، فهمت؟ سيب على عيني خاطرك أينشتاين. مع السلامة. هري يلا هري ثلاثة ثلاثة امشي. الله ونعم الوكيل. مين اجانا هذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الفرعية. ليش عندك تاكسي؟ ايه معي تاكسي. ايه فاضي فاضي؟ هذا خامس طلب باخذه على الفرعية. شو عرفك انه رايحين لهني؟ انا موظف هني. شلون موظف بيشتغل على التاكسي؟ اضافي. ايه اضافي وقت الدوام. لك سيدي مين مدور على الدوام؟ منفوت بكير منوقع وهذا وش الضيف. اطلع حجي اطلع. لا يا فريد. لا يلا. يلا يا فريد يلا. يلا. انت ليش ما بتترك الوظيفه وبتضلك عم تشتغل على التاكسي؟ لك ليش لا اترك الوظيفه؟ بحصه بتسند جره وبعدين بلا ما نقول شعره، يعني بتعرف انت استاذ الوظيفه منيحه لقدام. شان تقاعد قد ايش صار معفيني يا دود؟ هات هي 25. هي 25. طيب شلون المدير ساكت لك؟ المدير المدير ما له عرفان حاله بقديش ابنوه، كل همه يعبي جيبته وعلى شفه. طيب اسمع لك، المدير العام شلون ساكت لك؟ لك يا مديرنا العام جديد دكتور ما بيفهم امور الشركه شيء، بدك تقول خيطي بيطي ما. طيب شيك عمي قديش طلع العداد؟ 35 ورقه. عيني معك انت يا فريد. انا والله انا يا فريد. ايه السلام عليكم. اهلا اهلا الي ولا الو؟ اهلين اهلين شرفوا عمي. شرفوا سيدي شرفنا. مزبوط خمسه استاذ. خمسه يلا. خمسه فلان شو؟ الله يعطيك العافيه. شو الاسم الكريم؟ محسوبك لبيب الناصح. ترى نحن انتصحنا بشوفتك. الله ينصحك. هون يا عمي. يلا فريد. وصلنا استاذ. لا يعطيك العافيه. والله يا عمي صعب علي. استناك. لا شو السلام عليكم.